السلام عليكم. النهاردة 21 أكتوبر 2020، يوم الأربعاء. الفيديو ده أنا عامله عن إذاعة القرآن الكريم، لسبب إن في أحد الأشخاص طلع وتهكم في فيديو، يعني بقى ساخر من المذيعين ومن القناة بتاعة القرآن الكريم، فده ادى حافز لناس كتير جدا ان هم يدافعوا عن اذاعة القرآن الكريم اللي كلنا تربينا عليها، وانا من ضمن الناس دي. بس كل واحد طبعا بيدافع عن اذاعة القرآن الكريم بشكل غير التاني. انا الدفاع بتاعي هيكون ان انا هقول شوية معلومات صغيرة كده عن اذاعة القرآن الكريم، يمكن في كتير ما يعرفوهاش. السبب، اهم معلومة، سبب انشاء القناة ديت او سبب انشاء اذاعة القرآن الكريم، اللي حصل ان في فترة من الفترات طلعت نسخة من نسخ القرآن الكريم، نسخة مكتوبة يعني في قرآن مزخرف عالية الجودة، الورق بتاعها فاخر مدهبة، حاجة في منتهى الروعة يعني، وكانت بتوزع بأسعار رخيصة جدا، ولكن اكتشفوا ان فيها بعض التحريف في آيات القرآن في حاجات معينة. مثال من ضمن الحاجات اللي كانت محرفة في المصحف ده، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دي في الآية 85 من آل عمران. فلقوا ان في المصحف دوت اتشالت كلمة واحدة غيرت الآية كلها. الآية بتقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، اتشال كلمة غير، اتشال كلمة غير، فبقت الآية ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، فطبعا غيرت الآية نهائيا. طبعا اتعمل كذا حاجة في نفس النسخة ديت بنفس الطريقة دي، فطبعا حاجة دي هيئة كبار العلماء في هذا التوقيت في مصر عايزين يعني يوقفوا اي حاجة من دي، فلازم يحافظوا على القرآن. فعملوا اول حاجة، عملوا نسخ على اسطوانات بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، اللي طبعت النسخة ديت وابتدت توزع في مصر وفي العالم الاسلامي على اسطوانات بصوت الشيخ محمود خليل الحصري. فده كان اول شيخ جمع بصوته القرآن كاملا، يعني طبعا جمع المصحف في القرآن سابقا، ولكن كصوتي أول واحد يجمع القرآن صوتي كان الشيخ محمود خليل الحصري. وطبعا ده كان مصري، وده شرف لمصر ان هي عملت أول صوت مجموع للقرآن. المهم اللي حصل بعد كده ان انت الاسطوانات دي بقى انتشارها صعب جدا، نظرا لان الدول العالم الاسلامي ومصر كان مفيش حد يعني عنده كهرباء، مفيش حد عنده اسطوانات، الموضوع كان صعب جدا يعني. حتى اللي كان عنده راديو بيلقط من الإذاعة كان يعتبر انجاز، ولكن كان هو ده في ذلك التوقيت وسيلة الاعلام الاكبر انتشارا في هذا التوقيت. فطوروا الموضوع من اسطوانات، لان مش من اي حد هيقدر يحصل على الاسطوانات ديت، هالموضوع كان صعب جدا وممكن يبقى مكلف هذا التوقيت. فعملوا اذاعة القرآن الكريم، وده كان في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، تحديدا صباح يوم الاربعاء 25 مارس 1946، كان اول بث لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والاساس بتاعها اتعملت دفاعا عن اي تحريف لكتاب الله، وده كان طبعا يعني حاجة يعني يؤجر اللي ساهم فيها او اللي عملها. اتعملت القناة وبقت شغالة 14 ساعة يوميا، اول بداية البث بتاعها 14 ساعة على من خلال 24 ساعة. يعني القناة اهم القراء اللي كانوا فيها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ومصطفى اسماعيل والشيخ محمود خليل الحصري ومحمد رفعت والشيخ محمد صديق المنشاوي. من اهم البرامج بتاعتها حديث الروح والدين المعاملة والقاموس الاسلامي ويا امة الاسلام وبريد الاسلام وفي رياض وفي روضة الرسول والمصحف المعلم طبعا وبراعم الايمان.
فيعني قناة جامعة. فدي كانت أهم معلومة لسبب إنشاء هذه القناة. فأي حد بقى يقول اللي يقوله أو يتهكم أو يعيد ويزيد، كل دي تفاهات لا نلتفت لها. المهم الحفاظ على القناة واحترام موزعيها وقراءها والقائمين عليها. شكرا لمن استمع للفيديو. اللي عجبه الفيديو او استفاد منه من اي معلومة، ممكن يعمل حاجة بسيطة جدا، ان هو يخش على اليوتيوب اللي هو بتفرج عليه دلوقتي، يشترك بس في القناة، ولو عايز يفعل زر الجرس عشان لو عملنا اي فيديو يشوفه يبقى هو من الناس اللي وصلوا الفيديو الاول. شكرا للجميع، السلام عليكم.